في غمرة انتشار فيروس كورونا الكثيف في كل من اوروبا وامريكا، واصل الفيروس انتشاره ايضا في عدد كبير من دول العالم وتحديدا القاره السمراء، لكن الارقام كانت متواضعه حتى الان، وبشكل عام كان الجميع يعتقد ان القاره الافريقيه ستكون بعيده عن الانتشار المرعب بسبب عدد من العوامل اهمها طبيعه الطقس الحار الذي تتميز به القاره. ولكن مع تجاوز أرقام القارة السمراء العشرة آلاف إصابة وتسجيلها أكثر من خمسمائة وفاة حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الإفريقية من أن الأرقام لا تبعث بالراحة مشيرة إلى أن الفيروس قد يجتاح القارة بسرعة تحديدا مع ارتفاع نسب الفقر والجوع وأعمال العنف هناك وضعف الأنظمة الصحية نافية أن يلعب طقس القارة الحار جدا دورا في تقليل انتشار الفيروس وأكدت المنظمة في بيانها أنه على الرغم من تأخر انتشار الفيروس في الدول الإفريقية لفترة طويلة مقارنة مع دول أخرى إلا أنه انتشر بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة محذرة الدول الإفريقية من الاستعداد للسيناريوهات الأسوأ تحذيرات منظمة الصحة العالمية عززها تقرير المدرسة البريطانية للوقاية والطب الاستوائي والذي رجح امكانية ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس الى اكثر من 450 الف حالة في مطلع شهر مايو المقبل في القارة الافريقية وتؤكد عدد من الحكومات الافريقيه ان المجتمعات الافريقيه اصبحت تدرك جيدا خطوره هذا الوباء على حياتها لكن تطبيق سياسه الحجر المنزلي شبه مستحيل بسبب طبيعه هذه المجتمعات تحديدا مع ارتفاع ارقام المواطنين وحاجتهم للعمل بشكل يومي لتوفير الطعام وعدم قدره الحكومات على توفير الغذاء لهم بشكل مستمر ومنذ ظهور فيروس كورونا في الرابع عشر من فبراير تم الابلاغ عن الاصابات في اثنتين وخمسين دوله افريقيه